مما يستاء الشعب. لديه صراحة الكثير من الأسباب. نبدأ بجيبه. الريال الإيراني هبط إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار، ويقف حاليا عند مستوى 335,000 ريال إيراني للدولار. التضخم أيضا ارتفع معدله إلى 12%، بينما توقعت حكومة رئيسي أن يكون المعدل 8%. لهيب الأسعار أحرق المواد الغذائية أيضا، التي ارتفعت بنسبة 80% خلال 3 أشهر فقط. ورغم أن الحكومة أعلنت السماح برفع أسعار مواد معينة، إلا أن الدراسات المحلية أظهرت ندرة وجود أي سلعة لم يرتفع سعرها. رئيسي ظهر في مقابلة تلفزيونية برر سوء الأوضاع الاقتصادية بالقول إنه استلم دولة ذات عجز موازنة كبير ونسبة التضخم 60%، إلا أن الحكومة سيطرت على الوضع وأصلحت الاقتصاد.